لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة وما سمعتم التوحيد أولا. لماذا التوحيد أولا؟ لأن هذا منهج الله الذي شرعه لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما من رسول دعا أمته إلا بدأ بالتوحيد، وإن كانت دعوات الأنبياء تشمل كل خير للبشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحملون كل السعادة إلى البشرية، كل ما يسعدهم، ولكن يبدأون بالأهم مثل الأهم. والذي يتأمل القرآن يرى أن دعوات الأنبياء اشتركت في أصول عظيمة جدا، منها التوحيد، ومنها تقرير النبوات، ومنها تقرير البعث والجزاء، ولكن المحور الأساسي لدعواتهم والتي دار حولها الصراع بينهم وبين أممهم إنما هو التوحيد، وتوحيد العبادة بالذات، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا ترى في القرآن خلافا بين نبي وبين أمته في شيء من هذا. يكذبون بالبعث لا شك وينكرونه، ولكن أشد ما يكذبون به والدعوة إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فترى دعوات الأنبياء جميعا كما بيّن الله ذلك في كتابه، أول شيء يبدأون به إصلاح العقيدة، إصلاح ما أخلوا به في باب توحيد العبادة، إذ الشيطان دبر أول مكيدة لبني آدم بعد تدبيره لأبيهم آدم، حيث أوقعه في أكل الشجرة. المكيدة الكبيرة التي كاد بها البشر كانت في توحيد العبادة، إذ زين لقوم نوح عليه الصلاة والسلام أن يتعلقوا بأشخاص صالحين وأن يصوروا لهم تماثيل، فصور لهم تماثيل، فلما فني الجيل الذي يعرف هؤلاء الأشخاص جاءهم الشيطان مرة أخرى وقال: إنما نصبت هذه التماثيل لهؤلاء الصالحين إلا لتعبد.
واستمر هكذا. يعني طبعا نوح دعا قومها 1000 سنة إلا 50 عام كما قص الله ذلك في كتابه العزيز. وكان الشر قوم هم قوم نوح، وأظلم قوم هم أظلم قوم نوح، وأطغى قوم هم قوم نوح. ولهذا دعا 1000 سنة فما آمن معه إلا قليل، إلا قليل. كم من الأجيال، كم من القرون قضاها نوح 50 سنة إلا 50 عاما وهم ما ازدادوا إلا عنادا وكبرا حتى أدى عليهم فأهلكهم الله تبارك وتعالى. وأخرج الله من نوح ذرية مسلمة، ولكن سرعان ما التف عليهم الشيطان وأركسهم في حمأة الشرك بالله عز وجل. وهكذا كلما يأتي نبي ينقذ الله به من ينقذ من بني آدم فلا تمر فترات قصيرة إلا ويأتي الشيطان ويكيدهم نفس المكيدة التي كاد بها قوم نوح. واستمر على هذه المكائد وسيستمر إلى يوم القيامة. فينبغي لكل من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل أن يجعل هذه الدعوة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومواجهة هذه المكائد التي يكيد بها الشيطان بني آدم على طريقة الرسل. واجه هذه المكائد. أول شيء تريد أن تصلح في شعب من الشعوب، طبعا الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية عندها انحراف شديد في هذا الباب، فالداعي المخلص الذي يريد أن يترسم خطى الأنبياء ويريد أن يصلح إصلاحا صحيحا، فأول ما يبدأ به معالجة هذا الانحراف. فإذا رأيت داعية يسير على خطى الأنبياء ويبدأ بما بدأوا به من الإصلاح فثق أنه على هدى وعلى رشاد. وإذا حاد يمينا ويسارا إلى السياسة وغيرها فهذا يكون موضع ريبة لا شك. كيف يحيد عن دعوة شرعها الله للأنبياء والتزمها الأنبياء من أولهم إلى آخرهم؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هو الطاغوت هنا؟ لأن فيه الآن طبعا إطلاق الطاغوت على غير الطاغوت الذي يقصده القرآن. واجتنبوا الطاغوت عبادة الأوثان والشرك بالله عز وجل. فأصلح، حطم هذه الطواغيت، وبعد ذلك إذا صلحت عقائد الناس صلحت سائر شؤون حياتهم. فإذا رضي المسلم بالله ربا ومعبودا لا معبود سواه سوف لا يخضع لقوانين شرق ولا غرب أبدا، لأنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، فسيرفض القوانين والتشريعات البشرية. أما تبدأ بالانحراف السياسي فقط وتشغل الشباب بهذه الأشياء وتسجل الستار على دعوة الأنبياء هذا خطأ فادع. أول ما يصاب به الدعاة أنفسهم، أول ما ينال الشر هذه الدعوة. فلست والله أعلم من الله، ولست أرحم من الله، ولست والله أغير من الله، ولا أغير من رسل الله عليه الصلاة والسلام. مهما ادعيت طريق الإصلاح واضح، والأمة في كل زمان والأمة الإسلامية من قرون تحتاج إلى الإصلاح العقائدي، لأن الفساد العقائدي دب إلى المسلمين من قرون، سواء في الأسماء والصفات التي يمكن منحرف فيها الأمم السابقة، وفي توحيد العبادة. فإذا رحت تجوب بلاد العالم في أي بلد شئت ترى من الانحراف في عقائد المسلمين وأعمالهم حول القبور ما يخجل من اليهود والنصارى والذريون. كيف نتجاهل كل هذه الأشياء ونذهب نربي الشباب تربية سياسية فقط والشرك أمامهم؟ الشرك الذي حاربه الأنبياء
وأفنوا حياتهم في محاربته، وأهلك الله الأمم لمخالفتهم للأنبياء في هذه المسألة بالذات، ما هو من أجل السياسة ولا غيره، أهلكهم من أجل مخالفة الأنبياء في هذا الباب. فيا شباب الإسلام، لا تخدعنكم بريق السياسة، لا يخدعنكم بريق السياسة ومطامعها ومغريات مغرياتها. عليكم بنهج الأنبياء. ولهذا ترى أي مصلح صادق مخلص عرف الإسلام حق المعرفة أول ما يبدأ بمعالجة هذه الأشياء. أول ما يبدأ ابن تيمية رحمه الله جاء وقد جثمت كوابيس الخرافات والبدع على الأمة الإسلامية شعوبا وحكومات، فبدأ يعالج هذه الأمور، الانحرافات الشركية والانحرافات في باب أسماء الله وصفاته، بدأ بهذه الأمور. وجاء الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، الرجل الثاني المجدد الثاني حق التجديد بعد ابن تيمية، وبدأ انطلق من حيث انطلق الرسل ومن حيث انطلق المصلحون، والذين يحملون رايات الدعوات ولا ينظروا هذا الباب ما عرفوا هذا الباب ولا عرفوا قيمته ولا عرفوا فكرة الشيء، بكل صراحة ما عرفوا هذه الأشياء، تربوا في بيئات لا تحفل بالعقائد، وجدوا صراعات سياسية بين الأحزاب، أخرجوا أحزابا تحمل شعارات إسلامية، لا يعرفون دعوة الأنبياء، فجاءوا وأطبقوا بسياستهم على شباب بلاد التوحيد، وهم ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا الشرك ولا أدركوا خطورة مكان التوحيد ولا خطورة الشرك، فمع الأسف وانتشرت دعواتهم في بلاد التوحيد على خلاف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا والله غزو فكري مركز على أبناء التوحيد، ونحن نكافح من سنين لتعود الأمور إلى نصابها، ولكن الشباب مخدوعين مع الأسف الشديد، وينقادون لمن يركض بهم في ميادين بعيدة عن ميادين الرسول عليه الصلاة والسلام وعن ميادين المصلحين. فيجب على الشباب أن يفيق وأن يدرك أهمية التوحيد. والله لا نرى ولاء ولا براء في كثير من الشباب على توحيد الله، ولا براء على الشرك، وتجد كثيرا من الشباب يوالي عباد القبور وأعداء التوحيد ويحارب حملة راية التوحيد. هذا موجود، وما سببه إلا تلاعب هؤلاء الجهلة بعقول شباب التوحيد وأبناء التوحيد، جهل ما عرفوا توحيد الله ولا عرفوا دعوة الأنبياء ولا عرفوا مكانة هذه الدعوة، ما عرفوها، وجاءوا في وقت قامت أقام الإنجليز والدول الغربية أحزابا في بلاد المسلمين، هذا بعثي وهذا شيوعي وهذا علماني وهذا كذا، قالوا نقيم أحزاب، أحزاب سياسية، ويدخلوا في صراعات مع الأحزاب هذه ومع الحكومات، كل صراع سياسي، وما الإسلام والإسلام والإسلام شعارات شعارات بس. وجدوا هؤلاء يعني علمانية شيوعية بعثية ممدودة في بلاد المسلمين، قالوا نرفع شعارات إسلامية، شعارات إسلامية، لكنها جوفاء، والله جوفاء ميتة، لأنها خالية من الاهتمام بالتوحيد ومحاربة الشرك. ولهذا ترى منابع هذه الدعوات التي غزت هذه البلاد مليئة بالشرك، ولم يغيروا في بلدانهم شيئا وإلى يوم هذا، ويقوم يموت كبار وأساطين هذه الدعوات يموتون على الخرافات، يموت أساطين هؤلاء الدعاة في بلدانهم على الخرافات والبدع، بل يذهبون إلى القبور ويقدمون لها النذور ويقدمون لها الزهور ويركعون لهذه القبور. الشرك عندهم لا خطورة فيه أبدا، والتوحيد هذا لا قيمة له عندهم، بل يرون أنه يفرق الأمة
كيف لا يعقل أبناء التوحيد هذه المكايد وهذه البلايا التي دهتهم وفرقتهم ومزقتهم لأجل دعوات جوفاء؟ وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله، أخص خصائص الألوهية لا حاكم إلا الله. هذا التفسير يخليك ترى الشرك أمامك ما ترى شيئا، الشرك اللي حارب الأنبياء لا ترى شيئا. هذا التفسير تحريف لمعنى لا إله إلا الله. ثم جعلوه نوعا رابعا من أقسام التوحيد حيلة، بعد أيام يسربون المعاني الأساسية إلى الله ويبقى الحاكمين. فهموا للمكايد السياسية، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ما هي العبادة؟ الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الذبح، النذر، التوكل، الرجاء، الرغبة، الرهبة، هذه تصرف لله وحده ما تصرف لأحد. أما لا حاكم إلا الله لا يدخل معنى لا إله إلا الله أبدا، لأن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق، عابد معبود، الله معبود، والمخلوقون عابدون. فالعبادة فعل المخلوقين، افهموا هذا، العبادة فعل المخلوقين يتقربون بها إلى الله، يركع، يسجد، يخضع، يبكي، يتوكل، يرجو، يخاف، هذه كلها صفات وأفعال المخلوقين. ما هي صفات الخالق؟ تعالى الله عن ذلك. فلما تقول لا حاكم إلا الله يعني لا عابد إلا الله، لا معبود إلا الله، لا عابد إلا الله. إذا قلنا لا حاكم إلا الله معنى لا عابد إلا الله، فهموا هذا التفسير باطل. الذي نكب المسلمين هو التفسيرات الفاسدة للا إله إلا الله. والله نكب المسلمون بالتفاسير الباطلة من المتكلمين والفلاسفة وغيرهم. قالوا لا إله إلا الله معناه لا خالق، لا رازق، لا محيي، لا مميت إلا الله. تراه يعبد القبر، يذبح، ينذر، يسجد، يقول لك يا أخي أنا ما أعبده، أنا ما أعتقد في أن يضر وينفع، لأن الضر ما في والله، أنا ما أقول أنه خالق لأن أعتقد أنه خالق والله، لكن لا يفهم أنه لا معبود. أن أعمال هذه التي يتقرب بها إلى الأموات وغيرهم هي العبادة، هي العبادة التي تنافي لا إله إلا الله. ففهموا لا إله إلا الله فهما سيئا خاطئا بعيدا كل البعد عن المعنى الأساسي للا إله إلا الله والذي جاء به جميع الأنبياء. فراحوا يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون لغير الله، وصنوف الشرك وقعوا فيها. لماذا؟ لجهلهم بمعنى لا إله إلا الله. فلما تأتي السياسة في هذا العصر وتضيف معنى جديدا إلى هذه التفسيرات الفاسدة زاد الناس هلاكا. والله لولا بقايا دعوة الإمام أحمد بن الوهاب والمنهج السلفي في هذا البلد لرأيت الآن أهل هذا البلد يسجدون للقبور، لكن هذه حمتهم، ولكنها إلى حين إن لم يتدارك الأمر. الأمر خطير والمسألة ليست بالسهلة حتى ننام عنها وندغدغ عواطف من يعبثون بعقول الشباب ونتملقهم ونسكت عنهم، بل نؤيدهم ونشجعهم على هذا الانحراف السياسي الذي دهموا به هذه البلاد، بلاد التوحيد. محمد عبد الوهاب وإخوانه وأبناؤه وأنصاره كم بذلوا جماجمهم لتصحيح معنى لا إله إلا الله. تأتي هذه السياسة الجاهلية فتحبط هذه الجهود العظيمة وتضع بديلا لها معاني سياسية لأناس ما عرفوا دعوة الأنبياء، ما عرفوا دعوة الأنبياء، بل يحاربونها ويهون مشأنها ويصدون الناس عنها، لأن أكثر هؤلاء السياسيين خرافيين قبوريين. السياسيون الذين وضعوا هذه الأشياء أكثرهم قبوريون خرافيون أعداء للتوحيد ولدعوة الإمام محمد بالذات، ولهذا خططوا الخطط الخطيرة لنشر هذه الدعوة. والله ركزوا على أبناء هذه البلاد وبذلوا من الجهود والمكايد ما لم يبذل مثله في الدنيا كلها.
فتجد كثير من أبناء هذه البلاد يصدر هذه الدعوات الفاسدة إلى العالم ويرصد لها من الأموال ما لو سخر في سبيل الله لفتح الدنيا. والله لولا هذا الغزو الماكر لرأيت العالم الإسلامي الآن على غير الحالة التي يعيش الآن من الذل والهوان، لأن الناس بدأوا يعرفون دعوة أحمد الوهاب. أحمد الوهاب يعني كاد له الصوفية والروافض وأهل الضلال كلهم ودول الغرب والشرق كادوا لدعوة الإمام أحمد الوهاب. وأنا لا أستبعد أن هؤلاء الذين غزوا هذه البلاد أن بينهم اتفاقيات لأجل هذه الدعوة. اتفاقات سياسية، بريطانيا أكبر عدو لدعوة التوحيد وحاربتها في الهند أكثر من 100 سنة وفي باكستان، وتحاربها ولا تحارب أي دعوة مثل هذه الدعوة. ولهذا ترى رؤوس الدعوات السياسية ليس لهم مأوى إلا عند بريطانيا، يخدمونها بمحاربة هذه البلاد، بلاد التوحيد، وتؤويهم لهذه الأهداف السياسية، ويضحكون على أبنائنا ويروجون لهذه الدعوات المجرمة المحاربة لدعوة التوحيد، والتي خططت الخطط وكادت المكايد للسحق دعوة التوحيد. والله الذي لا إله إلا هو إن سافر في اليمن قبل 13 سنة ونقل لي عن أحد هؤلاء الغزاة قال لقد سحقنا الدعوة السلفية في عقر دارها، هكذا جاءوا لسحق الدعوة السلفية في عقر دارها، ويرى أنهم قد نجحوا في تنفيذ خططهم. فيا أبناء التوحيد لا يضحك عليكم هؤلاء الخرافيون القبوريون، والله لو آمنوا بالتوحيد وآمنوا بدعوة الأنبياء وعرفوها حتى المعرفة لما بدأوا إلا بها، ولبدأوا بإصلاح شعوبهم. شعوبهم غارقة في الشركيات والبدع وهم يساهمون في تأكيد وترسيخ هذه الخرافات. روح مصر منشأ دعوة الأخوان المسلمين، وروح بمناسبة ميلاد العيد البدوي، وروح سترى رؤوس الأخوان يشاركون في هذه الأعياد الشركية التي يخجل منها اليهود، وروح باكستان حيث دعوة المودودي، وسترى البلاء وترى الشرك لأصنافه من الوثنيين ومن الخرافي القبوريين ومن غيرهم، ولا ترى دعوة المودودية تحرك أي ساكن تجاه هذا الكفر والشرك، وإنما بارك الله فيك شغل الناس بالسياسة. بعدين السياسة هذه تخليهم يتحالفون مع الشيوعيين وتخليهم يآخون الروافض بارك الله فيك ويآخون أصناف أهل الشرك للوصول إلى أهدافهم السياسية. ونحن ما أفقنا، ومرت علينا الصيحات ومرت علينا الدعوات ومرت علينا التنبيهات، فما يزيد كثير منا إلا كبرا ونفورا مرتبطا بما عند هؤلاء من الخرافات والأباطيل. بارك الله فيكم. قرأ تفسيرات هؤلاء لا إله إلا الله، لا خالق لا رازق موجود، لا مهيمن لا مسيطر موجود، زيادة لا حاكم إلا الله. فزاد الناس بعدا عن التوحيد الله وعن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا يهونون من التوحيد، ونص ساعة تكفي وعشر دقائق تكفي للتوحيد، كل هذا من صرف الناس عن التوحيد ومن تقليل من أهميته بل من إهانته. إيش هذا اللعب؟ إيش هذا اللعب؟ وأكبر داعية يا أخي بارك الله فيك، أكبر داعية إلى هذا الضلال والتحريف السياسي لدعوات الأنبياء والله المقدسين ودعاة التوحيد عملاء وجواسيس. سبحان الله، سبحان الله، بلاد التوحيد عملاء وجواسيس. يعني الاتهامات الشيوعية والعلمانية التي وجدت في بلاد البلدان الأخرى في أيام الاستعمار البريطاني نقلوها إلى بلاد التوحيد وإلى علماء التوحيد، فعلماء التوحيد جواسيس وعملاء. دولة كافرة، دولة مسلمة طبق كتاب الله سنة الرسول خلوها كافرة، حرب عليها من كل مكان، لو يأتي صدام لو يأتي الخميني لو يأتي أي عدو لهذه البلاد يقفون إلى جانبه. كيف؟ لأنهم جهلوا التوحيد بساكن وما عرفوا قيمة التوحيد. وحتى التوحيد في مدارسك في الابتدائي في الثانوي في المتوسط في الجامعة في الدراسات العليا، يا ما عظيمة يا أخي،
لا يوجد هذا الوضع، لا يوجد في الدنيا كلها. تكريم العلماء، علماء التوحيد، ايش تبغى يا اخي؟ يا اخي في اخطاء، والله في اخطاء، صحح باللطف. اما تجعلهم كفار وتحاربهم واللي ينصحهم يتصل بهم امير وجاسوس، يا الله هذا الدمار برب السماء. هذه والله من مكايد العذاب. واخذوا اطفال مساكين، اخذهم اطفال في الاحضان من احضان امهاتهم، وغرسوا فيهم هذه الافكار السيئه القبيحه المشوهه للتوحيد واهله. والله اننا نعرف ان هؤلاء الغزاة، ياتي المسكين من روسيا، اول ما يعلموه طعن في العلماء وتكفير حكام هذه البلاد. ياتي لا عن التوحيد ولا اسلام ولا اصول ولا فروع، اول ما يغرسون فيه بغض هذه العقيده اهله. كيف لا، من يعقل الان الكلام هذا؟ في ناس ما يعقلون هذا الكلام يا اخي. درسوا، تاملوا، درسوا دعوه الانبياء، درسوا القران. انا اقتني بهذا القدر في توحيد العباده، وابقاكم تقرأوا القران، القران الكريم في تعظيم الله جل جلاله، جلاله سبحانه وتعالى. وهذا التعظيم كله يقودك الى الا تعبد الا الله، ويقودك الى ان تعرف معنى لا اله حق المعرفه وتحترمه. هذه الايات التي يسوقها الله في بيان جلال الله وعظمته واياته في الكون، كل يبغاك تعبده بتوحيد العباده. كل هذه ادله لاقناع من يحيد عن توحيد العباده بهذه الادله والبراهين أن توحيد العبادة لا بد منه، وهذه أدلة، هذه أدلة وبراهين. فالله يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ساق الأدلة لبيان أن الله هو المعبود الحق وحده، ويجب أن تعبده وحده، وساق الأدلة وبين لك النعم التي أفاضها عليك وأسبقها على البشر. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، والذي خلقك من نطفة ثم علقة ثم أعطاك السمع والبصر والعقل، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا، يا الله، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والله العرب كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، وهذا الكلام كله يعرفونه، لكن كثير منهم عاندوا وأبوا أن يلتزموا توحيد العبادة الذي بعث الله به جميع الأنبياء. كلهم خلقكم بارك الله فيه أطوارا، ثم جعلكم الأرض فراشا، وجعل السماء بناء، وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كم من أن ترتب على إنزال المطر، حبوب، ثمار، فواكه، تعيش فيها وتسرع وتمرع، وبعدين تروح تعبد غيره، تروح تعبد غيره. الآن المسلم يعيش في هذه النعم، ويروح يخضع للبدوي ويجعل منه ند الله وللرفاعي وعبد القادر فلان وفلان، تحصله يضيف إلى توحيد، إلى الشرك في العبادة، يضيف الشرك في الربوبية. فيعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. هذه العقيدة ما دارت في ذهن أبي لهب وأبي جهل، كيف دخلت على المسلمين؟ أدخلت الزنادقة، لأنه ما فيه دين أهان اليهودية وأهان النصرانية وأهان المجوسية وأهان الوثنية كلها مثل الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فما حقدوا على ديانة كما حقدوا على الديانة الإسلامية. فشرع المجوس واليهود والزنادقة من اليهود وزنادقة النصارى وغيرهم يكيدون الإسلام، وأتوا للمسلمين بعقائد وثنية نعوذ بالله يمكن زادت على ما عند الوثنية. يعلم الغيب، يتصرف في الكون. وإذا قرأت في ترجمة عبد القادر تجد أنه أكبر من الله عز وجل، وإذا قرأت في ترجمة البدوي والرفاعي تجدهم أكبر من الله عز وجل. لم أين جاء هذا؟ من دس الزنادقة، زنادقة اليهود والنصارى، ولصرف
أهل الكلام والفلسفات المسلمين عن معنى لا إله إلا الله وعن معنى التوحيد راجت هذه الأساطير التي يمكن يستخف بها اليهود والنصارى، راجت والله في أوساط المسلمين. بارك الله فيكم. بعدين مثل هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آيات كثيرة تدل على عظمة الله وأنه خالق هذا الكون ومنظمه ومدبره سبحانه وتعالى، تدل على عظمة الله وأنه وحده المستحق للعبادة، لأن كل ما تراه فوقك وتحتك وعن يمينك وعن يسارك الجبال البحار السماء النجوم الكواكب كلها خلق الله وتدبيره، وسخر كل هذه الأشياء في خدمتك لتقوم بهذه العبادة التي خلقك من أجلها. كل هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلم كفار. الله يشكر لك هذه الآيات وهذه الدلائل وهذه البراهين، وتبقى تتخبط في ظلمات الجهل، ويأتي أي ملحد أو زنديق أو أي سياسي ماكر يصرفك عن دعوة التوحيد فتركض وراءه. تأمل القرآن يا أخوة وتدبروه. القرآن ينمي الإيمان، والقرآن ينمي التوحيد، والقرآن إذا فهمته صرت من أتباع الرسل في دينهم وعقيدتهم ومنهجهم. شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم، ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين توحيد، أقم هذا التوحيد. إذا أقمت التوحيد استقام لك كل شيء، وإذا احترمت التوحيد وواليت عليه وعاديت عليه استقام لك كل شيء. ما تحطه في سلطة أنه وتحطه في سلطة مهملات وتوالي وتعادي على غيره. أنا أعرف أن كثير من الناس عرف التوحيد لكن معرفة هامشية، يحطه في سلة المهملات ويروح يوالي ويعادي على غيره. لا، الولاء والبراء على التوحيد. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا ما يحصل هذا الشيء ليستهين بالتوحيد ويحتقره ويوالي ويعادي على أفكار سياسية منحرفة. هذا الرسم هو لهؤلاء الذي يؤمن بالتوحيد حق الإيمان ويحترم التوحيد ومن أجل احترامه يوالي من أجل هذا التوحيد ويعادي من أجله. والله الولاء والبراء الآن مهم للتوحيد عند كثير من الناس. الولاء والبراء ما هو من أجل العقيدة، الولاء والبراء من أجل فلان وفلان، فلان وفلان من أضل الناس في دين الله وفي معنى لا إله إلا الله، يوالي ويعادي من فلان وفلان. ما هو من أجل الله، من أجل توحيد الله، من ما هو من أجل من ينفج الرسل، ما هو من أجل القرآن، من أجل فلان وفلان. هذا بلاء، هذه داهية دهت الأمة. يا شباب هذه البلاد ويا شباب المسلمين في كل مكان، اعرفوا دعوة الرسل، اعرفوا منهج الرسل، واعلموا أنه المسألة ليست اختيارية، واجب حتمي على كل من يدعو إلى الله بصدق أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد. والدليل أن الله شرع هذا المنهج لجميع الأنبياء وسار عليه الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد 13 سنة لم يدعو إلى التشريعات الأخرى، لم تشرع الصلاة أهم أركان الإسلام بعد إله إلا الله محمد رسول الله، لم تشرع إلا في السنة 10، الزكاة الصوم الحج ما شرعت إلا في العهد المدني لأهمية التوحيد ولأنه الأصل، والرسل ما تزحزح عنها شعرة واحدة، ويأتون ويطلبون منه أي مطلب، ملك غير ملك يعطوه، يبغى أفضل فتاة من قريش يزوجوه، يبغى المال يعطوه، يبغى يكون أبدا. قول لا إله إلا الله، لا أريد منكم إلا هذا.
ويبايع لا إله إلا الله ويجاهد لا إله إلا الله ومسأل قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني لا حاكم إلا الله، لا معبودة بحق إلا الله، ومسأل قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء أموالا. بل كان رسول الله يزكي، ركز على شهادة أن لا إله إلا الله، حتى لما جاءت فتنة الردة ما وجد عمر ما يستشهد به في صف البقع عن قتالهم إلا قوله كيف تقاتل قوما وقد قال الله، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم. كان أبو بكر ما يحب إلا هذا من كثرة ترداده عليه الصلاة والسلام وتركيزه على الدعوة على دعوة التوحيد. ثم سمع ابن عمر وسمع أبو هريرة وسمع جابر رضي الله عنهم تحمل في الحديث الصلاة والزكاة وغيرها، أما أبو بكر وعمر والله ما سمعوها، والله لو سمعوها لما اعترض أبو بكر عمر على بكر ولا أجاب أبو بكر ببقية الحديث رضي الله عنهم جميعا. وهذا من أدلة على أن الفاضل العالم الكبير قد يفوته ما يعلمه من ودون بمرح، هذا موجود. بارك الله فيكم. من الآيات ممكن في المناسبات عندي هنا يعني تعظيم الله تبارك وتعالى، كل شيء يعظم الله، وإن من شيء إلا يشبه بحمده. ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. كل شيء خاضع لله، كل شيء يسبح الله راضيا أو غير راضيا. المؤمن راضي، الكافر رغم أنفه خاضع لله تبارك وتعالى، يخلقه كما يشاء، يجعله فقيرا أو يجعله غنيا، يحدده أجلا ينتهي عنده، يمرضه يسقمه يهلكه يفعل بما يشاء، خاضع. فهو بهذه الناحية خاضع لله، مسبح الله عز وجل شرب الجمادات والأشجار والدواب، هذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. كان كل شيء يعظم الله، يا أخي عظم الله عز وجل، وتعظيمه بتوحيده وإخلاص الدين له الذي بعث به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مما يرسخ عقيدة التوحيد أن نعرف أسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الأمور باب الأسماء والصفات مما نكب فيه كثير من المسلمين بمكايد الفلاسفة ومكايد من تأثر بهذه الفلاسفة من الجهمية وغيرهم والمعتزلة وغيرهم، نكبوا في هذا الباب فقالوا أنكروا أن الله استوى على العرش وأنكروا أسماء الله، جهمية أنكروا هذه الأسماء والمعتزلة أنكروا الصفات، وإنكار علو الله واستواء على عرشه أدى بهم إلى عقيدة الحلول ووحدة الوجود، لأنهم ينزه الله أن يكون فوق الكون وفوق المخلوقات ويكون في كل مكان، أو يقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه ولا 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 ولا، فإما أن يجعلوه معلوما وإما أن يجعلوه حالا في كل شيء، وهذا نهاية التنقص لله رب العالمين. فيزعمون للناس وللببغاوات من أتباعهم أنهم ينزهون الله، ليه؟ لأن إذا أثبت أن الله عرش أثبتنا له الجسمية، نقول لأنه بارك الله فيك الاستواء يستلزم أن يكون الله جسما، يستلزم أن يكون إما الله أكبر من العرش أو دونه أو فوقه أو إلى آخره، كلام فارغ، يعني ينفع عن الله التجسيم، قبحهم الله لذلك، واستواء يليق بجلاله، ليس كاستواء المخلوقين كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فهذه الآية أخذ منها أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله لما اختلف فيه الناس، أخذوا من هذه الآية ومثيلاتها قاعدة للإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله عز وجل، ليس كمثله شيء لا في ذاته
ولا في أسمائه ولا في صفاته. فنزهوه عن مشابهة المخلوقات، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه جل وعلا من الأسماء والصفات والأفعال، مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات. فالآية تقول اثبتوا الأسماء لله عز وجل والصفات بذل قوله وهو السميع البصير، وانفوا عنه التشبيه بناء على قوله ليس كمثله شيء. فظلت المشبهة وقالوا إن الله لو سمع كأسمائنا وبصر كأبصارنا واستواء كاستواء إلى آخره. وجاءت المعطلة ونفوا عن الله تبارك وتعالى مماسة المخلوقين، وأغرقوا في ذلك حتى أدى بهم هذا الإغراق إلى نفي صفات الله وأسمائه. وبعضهم ينفي الصفات ولا ينفي الأسماء، وبعضهم يثبت الأسماء ويثبت بعض الصفات وينفي الباقي كالأشعرية. والمهم أن الغزو الفكري المبكر، الآن الناس يصورون أن الغزو الفكري جاء في هذا الأسر. لماذا؟ لأنه ما استنكروا الخرافات والبدع والتعطيل الصفات، ما يرونها منكرا، أن هذه عقائدهم، فتصوروا أن الغزو الفكري بدأ في هذا الأسر مساكين، وجاءوا يغزون بلاد المسلمين بخرافاتهم وبدعهم. والغزو الفكري بدأ من قبل أيام المأمون، من أيام الجهم الصفوان، من داخل الوقت بدأت المكايد للإسلام، واتجه الكيد إلى صميم الإسلام، أولا إلى تعطيل الأسماء والصفات وإنكار بعض العقائد إلى آخره، وأخير على أيدي الصوفية إلى توحيد العبادة. فهذه الأمور أدت إلى تعطيل أسماء الله وصفاته وكثير من العقائد، ثم أدت في النهاية كلام المتكلمين وتحريفاتهم لا إله إلا الله وتأثر الصوفية بذلك، أدى إلى فساد عريض وهو الوقوع في الشرك. والله تروح بعض البلدان ترى مدن من القبور ما كان الجاهليون يعرفونها، مدن تشاد على القبور، وتروح بعض البلدان ترى مدن وترى الأشجار تعلق فيها الخرق تعتقد فيها البركات، وترى قبور الكلاب والحمير والحيوانات تعبد من دون الله، جناية عظيمة. والدعوات السياسية والله ترى هذه الأشياء وتقرها وتذهب بعيدا 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 عن دعوة الأنبياء ومنهجهم وعن دعوة التوحيد الذي هو محور الرسالات كلها، يذهبون بعيدا بعيدا إلى صراعات سياسية باسم الإسلام. حنقول هذا ما نطعن في الناس، نريد أن نبصر المخدوعين بهذه الشعارات التي تهلك المسلمين ولا تغني عنهم شيئا. والله إن هذه الشعارات لا تزيد المسلمين إلا ضلالا، ولا تزيدهم عند الله إلا ذلا وهوانا، حتى يعودوا إلى منهج الأنبياء وإلى عقيدة التوحيد فيصححونها في مدارسهم وجامعاتهم وفي بيوتهم وفي عقولهم وقلوبهم. إذا صححوا هذه العقائد صح الأعمال القائمة عليها، فليبشروا بالنصر وليبشروا بالسعادة في الدنيا والآخرة. وإذا أبوا إلا التمسك بهذه الشعارات الفاسدة، والله ما يزداد الأمة إلا ذلا وهوانا. انظروا هذا التسلط أمام أعداء الإسلام، وانظروا إلى مواقف المسلمين، لا حول ولا قول لهم بالمليارات الآن والله، لكن غثاء كغثاء السيل، ليه؟ ضيعوا التوحيد، ضيعوا والله التوحيد. فلا يبالي الله في أي واد هلكوا، سلط عليهم أذل الناس اليهود والهنادك وأمثالهم والنصارى. اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما تقفوا. الآن بارك الله فيك يطعون بأقدامهم على رؤوس المسلمين، والهندوق أذل منهم والله يهينون المسلمين. وإيش الخلاص؟ عودوا إلى التوحيد. كيف نصركم الله والأوثان عندكم أكثر من الأوثان عند القبورية عند النصارى واليهود؟ كيف؟ كيف نصركم الله وكثير منكم يعتقدون في الأولياء أنهم أعلم الغد يتصرفون في الكون، وتعطون الأموات الضعفاء الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ والله ما يملكون لأنفسهم شيئا. وإذا كان رسول الله، الله يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فماذا تريد؟ ماذا تريد بعد هذا؟ هذا كلام حق ولا باطل؟
لسان حال هؤلاء القبور يقول هذا كلام صحيح، إن كان ما يكذبه الأخوان، لكن واقعهم إن إحنا ما نقبل هذا الكلام، لا الكلام غير هذا، أولياء يضرون ينفع ورسول الله يضرون ينفع. يبي أن تتكبر بالقرآن إذا كان هذا عقيدة، إذا كان تعتقد هذا والله كفر هذا. قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، طيب إيش تبغى؟ لا أملك نفسه ولا أملك غيره وبنته وغيرها وعشيرته لم تلكم، لا أغنعكم يا بني عبد مناف لا أغنعكم الله شيئا، يا معشر قريش لا أغنعكم الله شيئا، يا فاطر لا أغنعكم الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغنعكم، يا عباس عمة رسول الله لا أغنعكم الله شيئا. ماذا تريد بعد هذا؟ يا أخي رسول الله أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير وبشير، هذه مهمتي، الله أوحى إلي القرآن وبلغ، أنذر وبشر المؤمنين بالجنة وأحذر الكافرين من النار، هذا الذي أملك والذي أقدر عليه. أما ضر ونافق وإسعاد وإشقاء وهداية وإضلال ليست إلا لله رب العالمين. أما أن يعلم الغيب، لا، ولو كنت أعلم الغيب لاستخرت من الخير، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. اشتغل بعد هذا البيان، ما فائدة هذا البيان الآن عند المسلمين؟ ما فائدته لما يأتي دعاة السوء ودعاة الفتن ويضربوا صفحا عن هذا التوحيد وأدلته، يضربوا صفحا، والله التوحيد الفرق، دعوة التوحيد إذا نادينا بالتوحيد من يأتي معنا؟ إحنا نبغى نصل الكراسي بسرعة، فإذا قلنا التوحيد التوحيد راح الناس عنا، ما نصل خلاص، خليك مع الناس، الرافضي أخونا والنصراني أخونا والخرافي القبور أخونا، كلهم إخواننا، ها حتى نصل بسرعة. طيب وصل بسرعة إيش سووا؟ وحدة أديان مؤتمر رحمة أديان وغيرها وكلام. طيب هذا يكفيكم، هذا يكفيكم إنك لما يصل يعني جماعة من أهل هذه الدعوات إلى الكراسي أداروا ظهورهم لما كانوا يؤمنون به الناس، خلاص لا تطبيق شريعة ولا عقيدة، تشاهد الكنائس تشاهد القبور، عقد مؤتمرات وحدة الأديان، وهؤلاء السياسيون يتجمعون العالم من كل الدنيا ويشاركون في مؤتمرات وحدة الأديان، هذا دليل أن الدعوات هذه فاسدة من أساسها ومقاصدها وأهدافها كلها سيئة، فإذا وصلت إلى ما تريد أدارت ظهورها الإسلام. هذه ما أمثلة مشاهدة ملموسة، والله أبناء التوحيد عند اللي هنا ما ينكرون هذه الأشياء، ليه؟ لأنهم خلص غيروا عقولهم. من أنا ما سمعت كلمة استنكار لمثل هذه الأوضاع، تكرر مثل هذه المهازل في عدد من البلدان ولا تسمع نكيرا من هؤلاء السياسيين الذين منوا أصيبوا في دينهم، أصيبوا في مقاتلهم على أيدي هذه الدعوات السياسية، فأصبحوا لا ينكرون على هذه الدعوات السياسية شيئا، ولو دعت إلى وحدة الأديان، ولو شادت الكنائس، ولو في هذه القبور، ولو. فهذه عبرة، الصادق المخلص في دينه إذا انخدع ثم تبين له أن الذي يقوده يقود إلى المهالك يرفض ويمشي في طريق الإسلام، أما تبقى تصفق له والستر عليه والدافع عنه هذا غلط. فهذه الدعوات غير دعوات الأنبياء التي لا تقول التوحيد أولا، تقول السياسة أولا، الاقتصاد أولا، التصوف أولا، الخرافات أولا، هذه لا قيمة لها، ولا ينال المسلمين ولا يجني من هذه الدعوات إلا الموت والهلاك والضياع. فالحياة الطيبة والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة متوقفة على التوحيد، على تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإذا حققنا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله ينصرنا الله ويعزنا ويكرمنا في الدنيا والآخرة، وإن أبينا إلى المضي في طريق رسمه لنا المنحرفون القبوريون الخرافيون، فوالله ما ننتظر من الله إلا الهوان والذل، ومن يهن الله فما له مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ المسلمين دعاة صادقين مخلصين يحترمون دعوة الأنبياء ويدعون إليها ويبذلون النفس والنفيس والغالي والرخيص في رفع كلمة لا إله إلا الله إلى درجة القتال دونها. أسأل الله أن يهيئ دعاة
يعرفون منهج الأنبياء ويعرفون معنى لا إله إلا الله، لينفع الله بهم المسلمين ويرفع بهم شأن المسلمين ويعيد بهم المسلمين إلى سابق مجدهم الذي أعزهم الله وأكرمهم ورفعهم وجعلهم سادة الدنيا وسادة الأمم وخير أمة أخرجت للناس، وما نالوا ذلك إلا بتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤمن بالله. صلى الله عليه وإياكم منهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا أكثر الجزاء، ونستعيذ بك يا عبد الله السيد. كم باقي الجزاء؟ قضية الشيخ، لماذا تنصحون الطلبة؟ ما أسمع. لماذا تنصحون الطلبة والدعاة الذين يريدون دراسة التوحيد؟ الذين يريدون دراسة التوحيد، وما هي دراسة التوحيد؟ وما هي الكتب التي يربون أنفسهم وتحت أيديهم عليها؟ والله أنصح طلاب العلم في كل مكان أن يهتموا بالدرجة الأولى بالقرآن الكريم، وأن يحفظوا الكثير والكثير من سنة رسول الله، لأنها هي شرح القرآن وبيانه، وأن يهتموا بكتب السنة بعد ذلك كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد ومسند أبي شيبة أو مصنف أبي شيبة ومسند أيضا موجودان، بارك الله فيكم، ومعاجم الطبراني والسنن البيهقي الصغرى والكبرى وغيرها من دواوي الإسلام التي كان يعنى بها أسلافنا ويعرفون قدرها، ويركز على كتب العقائد، وكتب السنة مليئة بالعقائد الحمد لله، ولا سيما البخاري رحمه الله، فإنه عقد في كتابه بعد الوحي والعلم كتاب الإيمان تقرير عقيدة أهل السنة والرد على شبه المرجئة، وكتاب التوحيد لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة ورد الشبه الجهمية التي مع الأسف يعني نسي اسمها، ولكن معناها وعقائدها بقيت في فرق المسلمين من الأشاعرة وغيرهم، وكذلك كتاب الأجسام بالكتاب والسنة فيها الرد على أهل الأهواء وأهل الآراء، وهكذا يعني يقرأ كتاب السنة من السنن لأبي داود، ويقرأ مقدمة ابن ماجه، ويقرأ مقدمة مسلم، فإن هذه كلها تدور حول العقيدة وحول التوحيد. لما تقرأ في مقدمة مسلم أو في كتاب بارك الله فيك الإيمان كتاب مسلم، تجد هذا الكتاب يشترك مع كتاب التوحيد للإمام محمد بن الوهاب في كثير من الموضوعات وكثير من النصوص. كذا كتاب التوحيد لابن مندى، يعني ينبغي أن نهتم به، كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله، وهكذا الشريعة الآجري، سنة الخلال، السنة عبد الله بن أحمد، السنة أصول السنة الإمام أحمد، الرد على الجهمية، الرد على الجهمية ورد على بشر بالريسي، الإمام مسعود الدارمي، هكذا يهتم بهذه الأشياء التي قام عليها منهج السلف، وقامت عليها دعوة الإمامين ابن تيمية وتلاميذه وابن عبد الوهاب وتلاميذه. فهذه الأمور لا بد منها، لا بد منها لمن يريد أن يعرف منهج السلف الصالح، والذين لا يهتمون بدراسة هذه الكتب تجد عندهم جهلا وقصورا بمنهج السلف. ولهذا إذا تكلمت على أكبر مبتدئ على وجه الأرض ينتقدونك، لأنهم ما عرفوا منهج السلف، يعني ما عرفوا معنى لا إله إلا الله ولا قدرها، ولا عرفوا منهج السلف في باب الولاء والبراء وفي المواقف الصحيحة من أهل البدع والضلالات. والله لو عرفوها ودانوا بها لما وجدت شيئا من هذه الإعتراضات، ولا ما وجدت شيئا من هذه الحروب التي تثار على أهل السنة مع الأسف، فأصبحوا غرباء بارك الله فيك بين هؤلاء الذين لعب بعقولهم أهل البدع والخرافات والشعارات السياسية. نعم. يزعم البعض أن ما يحصل للمسلمين اليوم من ذل وضعف
وبسبب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فما فعلتم حفظكم الله؟ فعليكي أن الذل والضعف الذي نزل المسلمين هو بسبب عداوتهم لدعوة محمد بن عبد الوهاب، بسبب عداوتهم لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، لأن دعوة محمد بن عبد الوهاب هي الإسلام وهي التوحيد وهي دعوة الأنبياء، فمن حاربها أذله الله في الدنيا والآخرة، أذله الله. فهذا الذل والله لو أخذ المسلمون بهذه الدعوة لهزموا أوروبا وأمريكا، ولما وصلت أوروبا وأمريكا إلى هذه الأوضاع التي وصلت إليها من العزة والسيادة. فلما استهانوا بهذه الدعوة وحاربوها حاربهم الله، حاربهم الله عز وجل. من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن يحارب دعوته؟ نعم تفضل. هل الصراع بين أتباع المنهج السلفي والأحزاب الضالة، هل الصراع بين أتباع المنهج السلفي والأحزاب الضالة حول توحيد العبادة بالخصوص، أم حول توحيد الأسماء والصفات، أم حولهما؟ والله حول هذه الأشياء كلها وزيادة. الصراع في باب الولاء والبراء، يعني في ناس يقول لك أنا أدرس التوحيد، ولكنه في نفس الوقت لا يرفع رأسا بهذا التوحيد ولا يوالي عليه ولا يعادي عليه، ويحارب دعاته ويتولى أهل البدع. فالصراع الموجود خاصة بين شباب هذا البلد أكثر ما يكون في باب الولاء والبراء، وفي معاني لا إله إلا الله أولئك لا يهتمون بها كثيرا، وإن كان يعرفون بعض المعرفة لكن لا يهتمون بها ولا يوالون عليها ولا يعادون عليها، بل مع الأسف تراهم يحاربون أهلها الدعاة إليها. وأما الخرافيون والقبوريون فالخلاف بينهم وبين دعاة التوحيد في باب الأسماء والصفات وهي باب توحيد العبادة، أولئك يسير على طريقة دحلان وعلى طريقة النبهاني وعلى طريقة ابن عفالك والحداد الذين حاربوا دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهؤلاء سألوا على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخذوا دعوة الإمام محمد لا تقليدا، وإن اتباع صحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله، وجدوه يقول قال الله قال رسول الله، ويبين معنى ذلك، ويرجع الذكي منهم إلى شروح السلف، فيجد هذا الرجل يمشي معهم حذو القدة بالقدة فيقتنع أن بصير بهذا المنهج. وأما أولئك فما هم إلا مقلدون لدعاة الباطل، بارك الله فيكم، ومن هذا المنطلق تائه يجدهم يمعنون في حرب هذه الدعوة الطيبة المباركة. ونحن نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله أن يهدي الجميع وأن يجمع المسلمين جميعا على كتاب الله وسنة رسول الله، فإن دعوة الإمام محمد ما هي دعوة إلى فقهه وفهمه، وإنما دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله وفقه السلف الصالح وفهمهم. والسلف الصالح هم الصحابة والتابعون بالإحسان أن يتلقوا هذا الدين من رسول الله نصوصا وفقها، نصوصا وفقها وتطبيقا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتداولته الأجيال الصادقة المخلصة من أهل الرسول إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة إن شاء الله. لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. يذكر البعض أن دعاء التوحيد لا يردون على العلمانيين والمنافقين ولا يقبلون، لا يردون على العلمانيين والمنافقين ولا يقبلون الواقع، فما تعليقكم حفظكم الله؟ كان في زمن السلف أئمة الحديث أحمد بن محمد وأمثاله، كان أهل الكلام والمعتزلة وغيرهم يردون على الفلاسفة ويردون على النصارى ويردون، كان السلف يردوا على هؤلاء لأن هؤلاء فسادهم للدين مباشرة، دولاء حربهم الإسلام من الخارج، وهؤلاء يحاربوا الإسلام من الداخل، حاربك بيتك
هذا في عقيدتك بارك الله، فأنت تدفع شره، وإذا تخلصت منه أنت وإياه العدو الخارجي. يا بارك الله فيك. فالشاهد إن السلف من فقههم، طيب احنا نوقف الحرب ضد الخرافات والبدع والقبور وتعطيل الصفات، نروح نحارب من؟ نحارب العلمانيين. طيب عندنا ضلال نرضى العلمانيين، ضلال يستند الى الاسلام، ضلال باسم الاسلام. العلماني اليهود النصراني ما يقول هذا اسلام، يحارب الاسلام في وضع النهار، فهذا ما فيه خطر. المسلمون الخرافي وغيره ما يخدع به، لكن يخدعون بهذا الذي يحمل شعار الاسلام ويجيد دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثه بغير الله وهذا الاولياء لم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون والى اخر الترهات. هؤلاء الذين يحاربون العلمانيين والله يشاركون في كثير من العلمانيات ويحاربون الماسونيين وياخذون منهم، كما حصل المعتزله لما حارب الفلاسفه اخذوا الفلسفه، وهؤلاء يحاربون العلمانيه وياخذون العلمنه. بارك عندهم والله، قرأوا كتاب الأواصر من القواصر، قرأوه تجد العلمانية والماسونية عندهم، فيحاربون ويحاربون ويتشربون تشربوا علمانيتهم. أما السلفيون فيحاربون كتاب السنة، ثم والله ما هم ساكتوا عن العلمانيين. أنا لما قال واحد إن يعني جعل علماء السلفيين محنطين، وصفهم بأنهم محنطون وأنهم ما يستطيع أن يردوا على علماني ولا كذا وكذا، ومظهور بأساليب الإخوان المسلمين ومشاكلهم. فقلت لا، السلفيين يردون على الملاحدة والحمد لله. جيت بردود الشيخ السعدي وردود غير من علماء المملكة والشيخ من باز وغيرهم رد على القومية، وجئت ب150 ردا من السلفيين على العلمانيين وعلى الشيوعيين وعلى الزنادقة والقاديانيين وعلى وعلى وعلى. هؤلاء ما ردوا بعشق معشار ما رد به السلفيون، لكن هؤلاء لجهلهم لجهود السلفيين وعدم قناعتهم بالرصيد السلفي ومبهورين بس بما يرونه من هؤلاء العلمانيين العلمانيين العلمانيين. قل لك علماني شيوعي ما تحس يومي إلا هو أخوه، ما تحس إلا يتحالف مع الشيوعي، يتحالف مع العلماني، يتحالف مع البعثي. فين ولا أدرى فين حبك لك؟ قل لك والله أسلم. شيوعي يقول لك لا يا أخي، قال والله أسلم. هذه إيه الآن قائلة؟ قائلة في كل مكان، تحالفات مع الشيوعيين مع البعثيين مع العلمانيين. هم يحاربون هؤلاء من منطلق سياسي، يحاربون العلمانيين وغيرهم لأنهم ينافسون على الكراسي، ما هم من منطلق عقدي. ولهذا يقول كبراؤهم نحن ما نحارب اليهود من منطلق عقائدي من عقيدة، إنما نحاربهم لأنهم احتلوا أرضنا. فالحرب السياسية فقط بارك الله فيكم، أما حرب السلفيين فعقدية منهجية ولله الحمد. وبالله إنا لنبغض العلمانيين والشيوعيين أكثر منهم ورب السماء، لكن شغلونهم غزونا في دارنا وحطموا عقيدتنا وأبناءنا. كيف نحارب العلمانيين هم بعيد عنا فضفة غزونا في عمر دارنا؟ كيف ندفع شرهم بعدين نروح العلمانيين وقد خفاهنا ما كتب فيهم ولله الحمد. بين لنا معنى قولك ابن مسعود. معنى ايش؟ معنى قول ابن مسعود ما زال الناس بخير اذا طلبوا العلم على اكابرهم، واذا طلبوه على اصابعهم هلكوا، وما مراده بالاصابع؟ نعم، ان الناس اذا زالوا بخير ما احترموا كبراءهم وعلماءهم، فاذا اداروا ظهورهم للعلماء وأسقطوا الثقة بهم وذهبوا يتلقون العلم من الأحداث والمحدثين هلكوا. لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس بعد أن أعطاه نور، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يقع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا، فبهلاك العلماء يهلك الناس وبإسقاطهم في حياتهم، والذي يجعلهم في حكم الأموات لا ينتظر الناس بهذه العمليات الإجرامية إلا الهلاك. فلا شك أن كثير من الدعاة السياسيين يسعون في إسقاط العلماء
لأن العلماء ينتقدون أخطاءهم العقدية والمنهجية والسياسية، ينتقدونها ليصل الناس من شره، فيوجهون سهامهم إلى العلماء ويرمونهم بكل البوادر من الجاسوسية والعمالة وإلى آخره. أما قرأتم بعض قول بعضهم إلى الجحيم يبقى عثيمين خالدا فيها مخلدا أبدا أنت وأتباعه، لأنه كان يعني ابن عثيمين ينصح هؤلاء الجهلة وبينهم أخطاءهم وبينهم مخالفاتهم للشريعة أصولا وفروعا، فعادوا فلما ما افترقوا وقالوا مثل هذا الكلام، قالوا مثل هذا الكلام. فإذا لم يحترم الشباب العلماء فإن هذا نذير سوء. ومن هنا أتي الخوارج. الخوارج كأحلاف الإسلام سفهاء الأحلاف كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما وثقوا في الصحابة. هناك كثير بقي من كبار الصحابة ومن شبابهم الذي أدرك رسولهم شباب، ما رسولهم شباب، فصاروا في عهد في عهد الخوارج من كبار الناس من كبار العلماء، فاستهانوا به وردوا أقوالهم وردوا نصائحهم وذهبوا يفهمون كتاب الله بعقولهم الفاسدة، فهلكوا أهلكوا. لهذا أمر رسول الله بقتلهم وسماهم شر الخلق والخليقة. لماذا استهان بالعلماء كبار الصحابة بين أيديهم وهم تلقوا القرآن من رسول الله وتلقوا السنة من رسول الله وتلقوا فقهها وتطبيقها العملي وينقلونه لهؤلاء فيرفضون، يرفضون هذا النقل وهذا الفقه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل الفتن في كل مكان يسقطون العلماء يقعون فيهم. يعني عمرو بن عبيد كان يقعد بالحسن وأمثاله ويسمي علمهم علم الخلق وعلم الحي، نفس العبارة التي تقال الآن علماء الحي وعلماء النفاس، نفس رأي عمرو بن عبيد، لأنه كان من الأحداث، خرج من حلقة الحسن البصري إمام المسلمين في عصره، وكان يستهين به ويستهين بيونس بن عبيد ويستهين بكبار التابعين أو أتباع التابعين، يعني الحسن من الطبقة الرابعة يعني من التابعين في ذاك الوقت ومن كبار علماء الإسلام، يستهينون به ويسخرون منه ويسخرون من علمهم. واليوم التأريخ يعيد نفسه كما يقال، وتتكرر هذه البهذلة في كل زمان ومكان، إلا من حفظه الله تبارك وتعالى وقال به خيرا من أهل طائفة النصوص. نسأل الله أن يجعلنا منهم. كيف تكون دعوة العوام؟ دعوة العوام حيث إنه قد انتشر في زماننا كثير من الدعاة يدعون العوام عن طريق سرد القصص وكل ما يرغب في التوبة ولا يتبر معهم في التوحيد، فما توجيههم حفظه الله؟ دعوة الأنبياء هي المثل الأعلى لكل داعي مصلح في كل زمان ومكان. العوام إذا كان عندهم فساد عقائدي أو عندهم خالف العقيدة فنقرأ عليهم الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، نأخذ منها بارك الله فيه ونعطيها لهؤلاء. والله ما قامت دولة التوحيد إلا على هذه الكتب، الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، وكانوا جنود هذه الدعوة من خير جنود الله على وجه الأرض، وكانوا يمثلون الصحابة في صحة عقائدهم واستقامة أخلاقهم وولائهم ومحبتهم في الله. والله لقد حكى لي الشيخ زرناه في الحرس الوطني في المدينة، قال والله الذي لا إله إلا هو إن أحدنا كان يركب من المدينة إلى الطائف على بعيره لا يحفزه إلى ذلك إلا زيارة إخوانه في الله، هذا قبل الفتنة. فلما جاءت الفتنة، فتنة معروفة فتنة الجيش، تغير في نفوس معيشة. ولما جاءت الأفكار الوافدة على هذه البلاد زاد الأمر بلاء وبلاء. كنا في جلسة مع الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وكان قد ألقى درسا طيبا في التوحيد، وجاء هؤلاء أهل الفتن وسألوا بعض الأسئلة
فأجابه رحمه الله، ويعني كان مخدوع بجماعة التبليغ فتساهل في أمره، فناقشوا في الدرس في درس الرجال، فقال نصبر نصبر. ثم اجتمعنا في منزل محمد البراق عبد الله البراق في الأزهر، اجتمعنا البراق وجلست أنا وإياه على مسند واحد، أنا عن يسار وعن اليمين رحمه الله. فسألته: شيخ درست جماعة التبليغ؟ قال نعم. ماذا درست؟ قال رسالة سعد بن سعيد جزاك الله خير. قلت له: يا شيخ بارك الله فيك، انت قلت عن السلفيين هم الشريفون. قال: قلت والله هذا استفال غير، السلفيون يدعون الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا جاءهم النص لا يردونه، المتعصبون المتشددون غيرهم الذين يردون النصوص. ضحك رحمه الله. قال: اسال هؤلاء ماذا؟ اسال هؤلاء ماذا؟ فقلت: اخبرني يا ابن ماذا عندك؟ قال: والله الذي يجري عندنا في القصيم الان شيء مخيف. كيف؟ قال: الشعب الآن في ارتباك وفي اضطراب، تأتي عند السلفي فإذا به يقام في التبليغ، تأتي عند التبليغ يقام في السلفية، تأتي عند الإخوان يقام في هؤلاء هذا. قلت: طيب ما السبب في هذا الارتباك وهذا الفتنة والبلاء؟ قال: نعم والله أنا عرفت يعني في أول حياة أن أهل طلاب العلم والشيوخ في هذا البلد كلهم على قلب رجل واحد، لا خلاف بينهم لا في عقيدة لا في منهج لا في شيء، وبينهم المحبة والوئام ما لا يعلم إلا الله. حتى جاءت دعوة التبليغ والإخوان وجاءت الفتن وجاءت البلبلة وجاءت الفرقة، فمن هنا جاءت الفتن بارك الله فيكم. والله لما جاءت هذه الدعوات والله كان الناس على خير كبير، بل كان العالم الإسلامي الآن يتنعم بهذه الدعوة السلفية، ولكن والله وضعوا أمامها العقبات وطحنوا أبناءها في هذا البلد، فماذا ينتظر بعد هذا؟ فنسأل الله أن يرزق شباب هذا البلد الوعي الصحيح والإدراك الصحيح لمكانة هذه الدعوة وللكارثة التي حلت للشباب من خصوم هذه الدعوة. والله إنها لكارثة لا على هذا البلد حسب، بل على أمة الإسلام كلها. وما يدرك هؤلاء ما الذي حل بالأمة على أيدي هؤلاء؟ هم يرون أنهم ينقذون الأمة، لا والله، والله ما أوقع الأمة إلا في الهلاك، وأخروها قرونا وقرونا. ولو أخترك المجال مفتوحا للدعوة السلفية يأتي الآلاف من العالم الإسلامي إلى هذه الجامعات ليتلقى العلم الصحيح، فإذا بهم يفسدون عقيدته ويفسدون منهجه وينشئون منه عدوا وخصما لدودا للدعوة السلفية، فيعود إلى بلادهم حاربا لهذه الدعوة، يتخرج من جامعة من الجامعات ويذهب إلى بلده يحارب هذه الدعوة. ما انتفع بشيء، ما انتفع بشيء. والله لقد جاءني قبل أيام مجموعة مليبار من أهل الحديث وهم يشكون مر الشكوى من رجل تخرج من جامعات هذا البلد وأذاقهم الأمرين من الحرب والفتن والحرب العقائدية والمنهجية. كيف هكذا يترصدون لأبناء العالم الإسلامي ويشحنونهم بالعداوة والبغضاء للدعوة السلفية وأبها، ويبعثهم جنودا لحرب هذا القادم بالإضافة إلى محاربتها في هذا البلد؟ فمتى يفيق شبابنا ومتى يدركون ما حل بالأمة على أيدي هؤلاء الذين يزعمون أنهم يسعون في عزة الإسلام وإعادة مجد الإسلام؟ أي مجد؟ أي مجد يقوم على الخرافات والبدع؟ الخرافات والبدع والضلالات والقبوريات يقوم عليها مجد لهذه الأمة؟ نسأل الله العافية. إذا تقيم الصلاة بارك الله فيكم، إذا حالت الإقامة فأشعرون بارك الله فيكم.